العلامة الثامنة، لازم نؤكد أن الحب مستمر. أنتوا عيالنا وإحنا نحبكم. إحنا تطلقنا، بس أنا وأبوكم تطلقنا، بس إحنا ما نطلقكم أنتم. أنتوا عيالنا وإحنا نحبكم، وإحنا ما نتخلى عنكم، اللي هي النقطة الأولى، ما نتخلى عنكم. وأنا وأبوكم نسقنا إن إحنا بنعيش معاكم ونكون معاكم على طول. أنا مرة طلقت عائلة لما كنت قاضي في المحكمة، وقلت لهم خلوني أحط لكم خطة، قالوا توكل على الله. حطيت لهم خطة، أنا سميه الطلاق الناجح، هذا اللي هو نسميه تسريح بإحسان، مو تسريح بظلم، تسريح بإحسان. وحطيت خطة. المهم وأنا قاعد كان يقولوا لي الطليقين، إحنا ترى صار لنا 15 سنة متعلمين كل 10 أواخر نروح في رمضان إحنا وعيالنا. كان أقول لهم تدرون أنا بحط هذه بالخطة ما بعد الطلاق، والله وحطيتها. وصاروا فعلا المطلق يروح 10 الأواخر والمطلقة تروح والعيال بينهم، وظلوا مستمرين بعد الطلاق في نفس الخطة. فمرة ثانية، يعني الطلاق هو يفصل العلاقة الزوجية، لكن ما يفصل العلاقة الوالدية. العلاقة الوالدية ما زالت مستمرة. فإحنا إذن نقول لهم إحنا ما زلنا نحبكم وأنتوا عيالنا، وأنا أمكم وأنا أبوكم، حتى نعطيهم الأمان. العلامة التاسعة، إذا كانوا في المدرسة مهم إني أنا، هذه إحنا ما نسويها في الكويت، بس أنا هذا مقترح أنا قاعد أقوله الحين، وبشكل عام باقي الدول، يعني أنا أفضل إن إحنا نقول حق إدارة المدرسة ترى الأسرة هذه حصل فيها طلاق. ليش أنا أقول هالكلام؟ وأتمنى هذا يطبق في المدارس، أتمنى. ليش؟ لأن الطفل لما يروح المدرسة وتوى أمس ولا أول أمس عارف إنه بيته يعني في حالة طلاق، نفسيته ما راح تكون مستقرة، الحزن ما زال موجود، مشاعر القلق والخوف ما زالت موجودة. فحلو إنه يكون أخصائي أو مدير مدرسة أو معلم يحتويهم، يعرف شي يقعد معاه يسولف يلعبه يلهيه، حتى لا يظل يركز على قضية الطلاق طلاق طلاق طلاق. طبعا لو كان هذا معمول فيه، هذا بس مقترح من عندي، لو كان معمول فيه هذا ممتاز جدا جدا، وهذا يساعدنا على الوصول إلى النفسية الصحية لأبناء المطلقين.